بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحياتي لحبابي وصحابي والساكنة كاملة ديال تردانت. ونبغي نقول لكم ردوا البال لراسكم، شدوا وليداتكم حداكم وبقاو في ديركم، وهذا الشيء راه هو من المصلحة ديالنا، فهمتيني؟ راه من المصلحة ديالنا باش ان شاء الله يحيد علينا هذا البلاء هذا، ونكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. ونتمنى الساكنة ديال تارودانت تدير بهذا النصائح اللي كتعطي وزارة الصحة، ونبقاو في ديورنا. الحمد لله راه بخير، بنادم راه عايش، اللي متسم ليه الله راه غيشوفو. ونبغيو إن شاء الله باش نكونوا جميع في صحة جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. مع أخوكم زهير الغندور، باسمي وباسم العائلة الغندور كنقول لك بقى في دارك وبقى في دارك، وقبل اللي عزيز عليك وقف وحدك. وتحياتي للسكينة الرودانية كبار وصغار، ترمد عليكم، صبرك الله عليكم.